ماشي وعملت كده هيبان لك الثانيه كده عندها كده لما تبدا الوقت أو
تاني اسمه إيكايدو كوكس أو اللايف سايكل بتاعت الايكاينوكوكس مالتي نيوكلياريس. اوعوا تنسوا ان ده بنسميه
من اسمه كده هيعمل ان هو ريستريكتد على ويتش اوردر البرين. يعني اسمي البارازايت الكاينوكوكس جرانيلوزا بتعمل يوني ريكيولر هايدات اللي احنا خدناها بالتفصيل المره اللي فاتت. الكاينوكوكس مالتي ريكيولاريز بتعملها بتعمل دي اسمه مالتي ريكيولر هايدات. يبقى من اسمه شايفين الفتحات، الفتحات دي كل واحده فيهم كان فيها سيستم، يبقى هي مش حاجه واحده دول حاجات كتير. المالتسبس، مالتسبس هي اللي بتعمل سيريورا سيربريز. اللي هيحب ينطق ورايا يقول عشان انتوا في الاورا ساعات بتبقى النطق وحش قوي، فمعلش نقول اسامي الثلاث بارازايت مع بعض. الكاينوكوكس جرانيلوزس قولوا ما تكسبوش عشان تتاكدوا لازم تعلوا صوتكم انتوا. الكاينوكوكس مالتي ليكولاريس، الكاينوكوكس مالتي ليكولاريس، مالتسبس 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 تعمل سينيورا سيريبراليس. سينيورا احنا اصعب حاجه عندنا في الاورا نطق اللاتين نيمز. وفي الاورا اللي ما بسمعهاش بيبان كويس قوي بنعرف انه ما حضرش محاضرات ولا عارف اي حاجه. طيب انا عايزاكم تشوفوا الفؤاد لو سمحتوا. بصوا على السي تي سكانز الموجوده قدامكم دي، دي ثلاثه سي تي. انتوا بكده بعقلكم بخكم اكتر حاجه واضحه ريجاردنج ذا سايز. مين اصغرهم؟ قولوا اسمها ما تقوليش بتاع الشمال سينيورس. يبقى اصغرهم السينيورس. طب ايه رايكم في المول والاوت لاين؟ مين الويل ديفايند ومين الريجولر؟ بلاش بتاع الشمال واليمين، قولوا اساميها عشان ما تنسوش. السينيورس مالها؟ ويل ديفايند. واللي كان فوكس جراريليه هو ده ويل ديفايند. امال مين الريجولر؟ المالتي نيكلاريس مشكلتها كبيره جدا انها بتبقى زي كده المالينانسي، بتبقى في جروس على البريسلي وفي في السنتر ميكروزس. يبقى اخطرهم بالتاكيد اللي انا بتكلم عليها دي خطيره جدا دايما الستاتيك سبريد فيري فيري كومن. يبقى هي اكت از مالينانت زي ما انتم شايفين. يبقى السايز ممكن يبقى هيوج في الهايدات وفي الكاينوكوكس مالتي نيكلاريس، انما ليميتد وريستريكتد في مين؟ سينيورس. اكبر حجم في السينيورس تبقى قد بيضه الفرخ، قد الهيلز اج، يعني تقريبا 10 سم، حاجات بسيطه بلس اور ماينس حاجات بسيطه. واخد الكلام ده مهم بتتسال فيه في الامتحان سواء اللي جاي او اللي في الميد اير او خلاص؟ طيب. يبقى واحده ويل ديفايند اللي هي الهايدات، والثانيه ال ديفايند الريجولر اللي هي الكاينوكوكس مالتي ليكيلاريس. اوعوا تنسوا ان الهايدات ساعات من البرود كابسولز والدوتر سيس كنت بتبقى عامله زي عامل الكار ويل ابيرنس. جت مره من المرات في امتحان ميد يير في كيس كامله كان عليها ضربات كتيره، وكانت الكيس بتتكلم عن واحد بيشتكي عن مشكله في الرايت هايبوكوندريوم والكيس بتاعه معرفش يعني في الليفر يعني. نص الدفعه اول ما شافت كلمه ليفر من غير ما بيفكروا ما هم كاتبين ايه؟ فشلوا. طب والسيست دي والمالتيبل سيست دي انا ما اعرفش يعني يا جماعه نحاول نفكر حاولوا بلاش الحفظ. يبقى الباك بي دي بتاعت الهايدات، الهايدات ممكن في الامتحان بتاع الميد يير او الامتحان الجاي ده مش هاجي اصور معاك. الامتحان الجاي هجيبه اسئله ام سي كيو ترو اور فولس، اسئله بسيطه ممكن ماتشنج. ها؟ ده هيبقى الامتحان كده ورقه صغيره زي ما انتم شفتوا المره مش عارف مش هجيب لا صور ولا اكس وتكتبوا الزايد والكلام ده لا. خلاص بس هتتسالوا فيها ترو اور فولس. خلاص؟ اوكي. فلو سمحتوا خدوا بالكم من يجي بقى واحده واحده. هنعمل كومباريزن بتوين الثلاثه سيستك ليجنز اللي مشهورين عندنا. الكاينوكوكس اللي هي يوني لوكيلار هايداتيك ومالتي نوكيلار هايداتك وستنيورا سيربريز والاسامي البارازايت مين؟ ده يعني يجي طبعا في الامتحان الجاي. الامتحان بيبقى هياخد خمس ست دقائق بالكثير. خلاص. اليوني نوكيلار دي الكاينوكوكس جرانيلوزس. انا ساعات احس ان انا بحفظ نفسي او بسمع لنفسي. بس انا بعمل ريبيتيشن عشان بحاول ان انتوا يعني ايه ااكد على الحاجات المهمه. الكاينوكوكس مالتي نوكيلاريس بتعمل مالتي نوكيلار او البلر هايداتك. المانسيبس مانسيبس بتعمل بيك السنيورا سيريبريز. كلهم كلهم الانفكشن.
مصيف رفعي وحواليها الشيل بتاعها ماله ثيك ولا تن؟ ثيك وسترايتد ولا مش سترايتد؟ سترايتد. يبقى انا الوصف ده مهم قوي. السايز بتاعها تقريبا قد ايه؟ 30 ل 40 مايكرو صغيره. يبقى انا ما تنسوش الوصف ده كلهم، بس كلهم شبه بعض مايكروسكوبيكالي اشوفهم زي بعض، انما كل واحده فيهم بتاعت البارازايت اللي ريليتد له. نيجي نتكلم على الفاينل هوست هنا، الفاينل هوست هنا في اختلاف اللي هي الاولانيه اللي هي اليوني نيوكلر دول هي فيبرس زيها زي السنيورس. خلاص امال اللي في الوسط دي قلنا الفاينل هوست دي وايت نايمز وساعات كمان يجي الفلاينز زي القطط. خلاص يبقى ده الانترميديت هوست بقى بدل الاسفل. الانترميديت هوست فيهم ايه؟ سوري الفاينل هوست هم الدوجز، الدوجز في حاله اليوني نيوكلر هايدريتد، والوايلد فلاينز او فلاينز في حاله الجاينوكوبس مالتي للفيلارس، وفي حالة اللي ايه السنيورس برضك انواع من الكنايز، يبقى كلهم ذوات الانياب. اما الانترميديت هوست الهربيفرس في حالة السنيورس والهايدنت، امال في حالة الايجاينوكوكس مالتي ليفلرس لسه شايفين الفيديو كان ايه؟ الفراخ الرودنت. طيب اسالكم سؤال بقى صح، مين اللي كان بيحدد شكل الهايدنت سيستم ده ويل ديفايند واليونيون الفايبر الواحده الفايبر حواليها فايبرز واللامينيت واللامينيت مش كده؟ اللامينيت مهمه جدا. طيب علشان تبقى حاجه الريجولر يبقى فيها لامينيت، يبقى هنا هلاقي في الجاينو كومبس مالتي ريجولاريس ويتش لاير مش موجوده خالص. طالما فيها ريجولاريتي وعماله تعمل سبريد، هي لو فيها فايبرز او لامينيت بتتعمل سبريد، يبقى هنا الجاينوكوكس مالتي ليفلاريس بتفتقد الى مين؟ ويتش لاير؟ لا عندها فايبرس ولا عندها لامينيت. امال عندها ايه بس؟ جيرمينال ايبيثيليوم. ومش كده وبس، يقول لك كتير منها موست اوف كيس بتبقى انفيرتايل او استيرايد. ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني ما فيهاش ما بتخلفش. هو ايه الخلفه بتاعتها؟ السكوليسيز. يبقى جواها ما فيش سكوليسيز تقريبا او فيري فيري فيو سكوليسيز. امال الهايلايتد سيست كانت مالها؟ كان فيها هاندردز او ايفن ثاوزندز اوف سكوليسيز. خلاص؟ نيجي بقى للسنيورس. السنيورس ما عندهاش برضه لامينيتد، بس هي ويل ديفايند الحقيقه، وبتوصل حجم الهاجز اكت، وفيها عدد محدد من السكوليسيز. فيها بس اب تو 60 سكوليسيز. وماكروسكوبيك يعني اشوفهم بالعين المجرده، هوريه لكم بقى دلوقتي. شايفين؟ يبقى اللي كانوا كوكس اللي هي الهايدنت كانوا كوكس جرانيلوزس عندها فايبرس واللامينيتد لاير وعندها مايكروسكوبيك نيومرس سكوليسيز. اما المالتي نوكيلاريس نو لامينيتد لاير. فيري فيو سكوليسيز او مفيش خالص، بسميها في الحاله دي انها ايه؟ استرايل عقيمه، استرايل يعني ما بتطلعش بتاكت ايه زي مالجنانت تيومر كانها بتعمل بروس في البريفري في السنتر في نيكروزس. السنيورس ريبريس عباره عن جيرمينال ايبيثيليوم بس، لكن محدده ريستريكتد في السايز، بتوصل لقد الهاند ريد. السكوليسيز ماكروسكوبيك ولا مايكروسكوبيك؟ ماكروسكوبيك، زي شايفينهم بعينينا المجرده، زي ما انتم شايفين السيستا اهي. قد بيضه الفرخه ممبرنس عامله زي ما تكون بالونه صغيره، جواها كور صغيره شايفاها بعيني. خلاص؟ تبقوا تتوقعوا هنا حجم الادلت في السنيورس عامل ازاي؟ لما السكوليسيز بشوفها بعيني. اكيد كبير، فعلا ممكن توصل نص متر. خلاص؟ الفروقات ما بينهم مهمة جدا. مين الهايدريتد في ويتش اورجان اللي كانت برضك ما فيهاش لامينيتد ولا فايروس؟ قلنا انها مهمة جدا في البونز، عشان كده بيحصل ايه؟ ديستراكشن. مكانها البرين والسباينال كور بس. مكانها البرين والسباينال كور والمالتي ليفلرز مكانها الليفر بس. انما الهايدات بتوصل في اي مكان. لا مين اللي قال اقل خطوره؟ مصيبه حصلت في البرين، بيضه جوه البرين، ما حدش
احنا اتفقنا ان الهيدات ممكن توصل قد الفسيخ. شفتوا المره اللي فاتت هوريكم دلوقتي فيديو للبرين هيدات المنظر عامل ازاي. هوريكم سمعنا خالص. بصوا بقى احنا كده تقريبا، بس انا هعمل يعني هعمل كده اختصار بسيط للي احنا خدناه المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت. احنا خدنا الثلاثه سيستيك ليجنز، بس لو سمحتوا عشان في يعني تيرمز كده بتتلخبطوا فيه. اولا احنا خدنا الانتستاينال سيستول كام بارازايت؟ سته. كل ده هجمعه يوم الخميس في جداول. فبليز اقرا المحاضرات قبل ما تيجي يوم الخميس الساعه 11. خلاص؟ الانتستاينال هم كانوا سته، والاكسترا انتستاينال اللي هم اللارفال سيستول المان اللي احنا اتفقنا انهم بيفضلوا لارفا ما بيتحولوش لادلتس. المان هنا احنا قلنا انه قال از انترميديت بوست ان بلايند سايكل. يعني ايه بلايند سايكل؟ اتقفلت عليه خلاص، ما فيش حيوان هياكل لحم البني ادمين. كانوا كام واحد بقى الاكسترا انتستاينال سيستولز دول؟ الاول نفتكر الانتستاينال اللي هم هتكونوا معايا. دايت، برافو عليكي، دايت فليكوسري يا بلادي. غيروا من بعض يا جماعه كده، ما شاء الله الله اكبر. يعني مش عايزه اسال، طيب في ناس بتذاكر التانيين بقى يغيروا شويه او يذاكروا. طيب في بص يا بلاد حد قديم يا سميش يا سوريا موتين يا سجلات ادي ثلاثه. انت طبعا مين؟ هايبريد، برافو عليكي. هايبريد بس دي منيوتا، وهايبريد بس انا، واخر واحده طيب ليه يا كراي؟ ما شاء الله عليك. اللي احنا خدناه بقى اللي هم الاكسترا انتستاين، خدنا زي ما انتم شايفين السبارجانوزيس اللي هي النورمال سبيتش بتاعه الدايت الموفيه الماكسيمال، وخدنا السيستي سيركوزيس اللي هي النورمال سبيتش بتاع مين؟ الدنيا زي كل ده خدناه بالتفصيل وجبت لكم صور وكل حاجه. يعني ارجعوا للمحاضرات اللي عندكم. الهايداتيتوزيس اللي هي النورمال سبيتش بتاع مين؟ الدايكوكوكتاس جرانيولوزيس. طيب والسنيوراس اللي هي النورمال سبيتش بتاع مين؟ المونسيبس. وستيستي الكويت ده انا فاكرين لما قلت لكم انها بتبقى موجوده اسبوع واحد. ارجعوا للبرزنتيشن دي وانتم تشوفوها. يبقى هي ترانزيان في النامه لمده اسبوع بس، وبعدين تبقى قضت. عرفنا يعني ايه بلاين سايكل؟ يبقى سايكل خلاص ارستد في البني ادمين وتتحبس كضربه وتفضل ضربه. ما تنسوش الديفينيشنز بتاعت الانترميديت بوست والفاينل بوست خدناه قبل كده. انا عايزه اقول لكم يعني ايه بلاين سايكل مثلا. الراجل ده عنده سيستي سيركوزس، شايفين ادي جلده مليان سيستي سيركوزس خلاص، وادي جوه على كتفه في كل حته في جسمه. ادي برضه نفس الكلام في كل حته في جسمه. يبقى اللارفال ستيجز هنا ارستد او موجوده محبوسه جوه البني ادمين. ها السايكل دي بنسميها سايكل لاينز، لان مش هيحصل ترانزيشن، محدش هياكل لحم البني ادمين خلاص. والبني ادم في الحاله دي اكت از ايه؟ انترميديو، لانه ليه؟ لانه جواه اللارفال ستيج. طيب وده السبارجانوزيس زي ما انتم شفتوا. اهو واحد بيعمل عمليه وبيطلع سبارجان. هاي طبعا احنا مش متوقعين ابدا انه اي حاجه من الحاجات اللي بتطلع دي في افتر ريموفال انه اي لا بني ادم ولا حيوان هياكلها. وعشان كده احنا اتفقنا ان دي بلايند سايكل، ما بتتنقلش من خلال البني ادم ابدا السايكل لاي هوست تاني. ما تنسوش، انا بس بفكركم انه الانفكتيف ستيج بتاعت الاسبرجانوزي سوليد لاربا، وبتفضل في البني ادم سوليد لاربا ما بتتحولش لادلت مش كده؟ والانفكتيف ستيج بتاعت السيستي سيركوزيس الايج اوف تانيا سوليا بتتحول لسيستي سيركوزيس وتفضل برضه سيستيك لاربا وما بتتحولش لادلت ابدا. خلاص؟ السيستولز الاليه اللي انتوا خدتوها، الاربع محاضرات اللي احنا خدناهم ده اختصارهم، قلتهم دلوقتي كاملين مين هم الانتستاينال ومين الجاينت ومين اللي هم بين البنين ومين الدوارف الصغيره خالص، كل ده قدام. ومين الاكسترا انتستاينال سيستولز، كل ده مهم جدا. وبعد كده احنا خدنا اللايف سايكل، انا مش هعيد اللايف سايكل بتاعنا، انا عايزه بس افكركم بحاجه مهمه. الادي ايه اللايف سايكل بتاع مين؟ لا معلش بقى انا والله هزعل كده. هو جرانيولوزم. ايه انتوا ما بتبصوش على المحاضرات خالص، اللايف سايكل دي بتاعت مين؟ بتاعت ال برافو عليك، هايبيدو ليبس دمينيوتا. ان شاء الله. اللي عايشه في المال امال هتذاكروا ايه في المال؟ والرادلز وبتنزل ايه؟ واحنا اتفقنا الحشرات هتاكلها، واي حد هياكل كونتامينيتد اكل او شرب او لبن او كده في ايه
احنا قلنا الكلام ده. والحاجه الخطيره الثانيه الانفكتف تومان بتعمل ايه جوه الانتستنت سيستي سيركاي جوه الانتستنت في تيشو انفيجن. وقلنا ممكن الاطفال يشتكوا من شكاوي كتير او سي ان اس مانيفستيشن اب تو كونفولجنس. الثالثه دايليديا كراينا بتعيش كراينا جايه من الكنايز واحنا لسه قايلين هم ذوات الاميال دوكس بتعيش في الانسان. بس الدوكس اهم البني ادم هنا بيجي باي ذا واي كده باي تشانس. ها الحاجه المهمه هنا في الكراينا ان الدايجنوستيك ستيج مش بس الاج دي الاج وفي حاجه اسمها الكبسول وبالجرافيك سيجمنت الثلاثه دايجنوستيك ده مهم جدا. خلاص الكبسول يعني زي كبسوله جواها عباره من 5 ل 15 اكس يبقى الجرافيك سيجمنت فيها الكبسولز. اللي حضر اول محاضره احنا عارفنا الكلام ده في جرافيك سيجمنت فيها لاترال برانشز وفي فيها الكبسولز وفي بتبقى رابتشر خاص. طبعا طبعا دي حاجه شكلكم يجيب احباط صراحه لان بصراحه ربنا يعرف احنا بنعمل مجهود قد ايه والمفروض ان بتسهل الماده على قدر المستطاع. لكن انا شايفه تقريبا ثلاث ارباعكم او 90% منكم كاني بقول الكلام ده اول مره. الدايجنوزيس ما تنسوش ان الاتش اللي هي الاتش نانا والاتش دمنيوتا والكرايدا كلهم زي ما اتفقنا كلهم زي سايكلوفيليتي كلهم في اوبوسفير من جوه في انر واوتر انزم انر واوتر انزم. الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ان النانا فيها نقص تو نقص وفيها فيلمنت انما الدمنيوتا فيها نقص وما فيهاش فيلمنت والدايجنيديوم كراينا ولا فيها نقص ولا فيها فيلمنت. وكمان بتبقى موجود في الدايجنوستيك ستيج اللي هي الكبسول والجرافيت سيجمنت. ده جدول بيفرق ما بين النانا والدمنيوتا والكراينا. هناخد الكلام ده المره الجايه في التجميعات. هقول المره الجايه انواع من الاسئله اللي ممكن تيجي. ادي النانا والدمنيوتا لسه قايلين اهم واحده فيهم النانا لان المان ده اسينشال كوست بيحصل اوتو انفكشن فالان دي بتبقى انفكتف كمان. في تو سايكلز في النانا دايركت وان دايركت سايكل. الاهم طبعا اللي هي الدايركت لان بيحصل تيشو انفيجن وبيحصل مشكله في الصاب ميكوزا وبينتج عنه كونفولجنز سي ان سي ان اس مانيفستيشنز وخصوصا فيري كومن ان انا مع مين؟ مع الاطفال. ما تنسوش ان الاد اوف مانا هي انفكتف ستيج ودايجنوستيك ستيج في نفس الوقت. او اعطيكم بس فيديو عشان تشوفوا الهايدنت سيستم في البرين. اللي كان بيسال على السايز. السايز هيوج سايز. دي سيرجيكال ريموفل. بياخدوها بطريقه لان احنا اتفقنا من الكومبليكيشنز بتاعت الهايدنت ايه؟ ممكن رابتشر وعشان ما يخليهاش رابتشر بيعملوا حاجه خطيره جدا بيحطوا فلويد بيحطوا تحتيها ميه بعد ما تبقي عايزه ترفعوا كوره في كونتينر عايزه تخليها فيري سوبرفيشن ومالين الكونتينر ده ميه يحطوا فلويد تحتيها. بصوا هي عماله تطلع ما كانتش باينه بالمنظر ده هي عماله تطلع. بصوا في الاخر هيحصل يعني انا بس بقول لكم السيرجيكال ريموفال مش حاجه سهله ابدا وممكن قد ايه تعرض العيان للرابتشر ويبقى مشكله كبيره جدا. هو عمال يحكي فلويد تحتها. في البرين في البرين هو عمال يحكي انه هتخليها تطلع تطلع تطلع. بصوا لا والله مختلف. طبعا طبعا الكلام ده ليه؟ لان السيرجن ده كان مايندد انها هايدنت فواخد بريكوشنز وعامل زي ما انتوا شفتوا في الاول خالص دي هيوج سايز عامل في الاول كل الاحتياطات عشان يعني يبعد الهايدنت عن التيشو بتاع البرين. يعني لو انتوا خدتوا بالكم الفيديو من الاول عامل كل الاحتياطات دي وعملها بطريقه مش عارف كيف بقى مشرب في شيء. لا يعني انا يبقى لازم تعرفوا ان الهايدنت دي مهمه جدا فيها كومبليكيشنز كتير. لو في عندكم بقى اي سؤال المره الجايه يا ريت يا ريت اللي عايز بس يعني يخلص من السيستودا اقرا المحاضرات كويس عشان نراجع كل
دكتور دكتور واللي عنده سؤال يتفضل يا استاذ. يوم الخميس يا دكتور هيبقى في بين الساعه 11 ل 12 في تكريم يوم الخميس من الساعه 11 ل 12 في تكريم شهادات بتاعه الرياده، في تكريم اللي هو شهادات الرياده. كنا طب هم لا يعني المفروض ان الامتحان يوم الاحد ينفعش بكره؟ بكره لا عندي ميتنج امتحانات دكتوراه. خلاص ده مهم بكره.